انت سيرت برشا وتعرف كواليس الكره التونسيه والصفقات واللوبيات اللي فيها تقريبا وسط الزنقه للهاب. شو تعليقك؟ والله تقريبا احسن كلمه قلت انت يعني قالوا حاجه الكلمه الاخرى زاده قالوا اخر قالوا ظهر بالمفا فريمون قاعدين في سباق سونسوفر انورميمون من جميع النواحي تخلطت علينا ما بين السياسة ما بين الكرة ما بين السياب يعني عدة مشاكل موجودة أخر ما صدر اللي صار العقوبة متاع رئيس نادي رياضة الصفاقسي حقيقة مهزلة هذه صارت إنسان يأخذ قرار يأخذ ظني ما صارش اجتماع عمله هو وحده الاجتماع عمله هو روحه تقريبا تليفون قرر باش يعاقب رئيس نادي يا ولدي راهو النادي راهو الصفاقسي راهو فريق كبير ياسر راهو لازم نحترموا المشاعر نتاع الفرق الكل مش كان الصفاقسي نحن نلاحظوا توا اللي الكره دخلت في ساس كما نقولوها شنو معناتها؟ معناتها والله كان نحبوا نحاسبوا سوا دي ونقول له كلمه برك بالله قيمتي انت المشاركه نتاعنا في افريقيا يعني اهم حاجه المره الاولى ما قيمش المره الثانيه ما قيمش وهكذا دواليك يعني نقعدوا ديما في الموضوع هو بيدو يا خويا انا ما عندناش هويات راهو صفاقس في بارتي من تونس وسوسة وبنقردان والمهدية من تونس البنزرت البنقردان كنا اخوة مع بعضنا ما بيناتنا كرة قدم مباراة ساعة ونص تفصلنا فيها رابح وخاسر ومتعادل لكن الحاجة برك اللي وجو عليها احنا تطور كرة القدم التونسية هذا ما حناش قاعدين نلقاو فيه والتطور وين يصير هو التطور يصير في حويجه برك فرق القومي التونسي احنا كي نراو الاداء نتاع الفريق القومي التونسي ما هوش مقنع ما نقولش مش مقنع نقول لك حويجه برك يا خويا ما ترشحناش يا خويا حاسب روحك كل مره تقوم تعمل تقييم قيم يا سيدي علاش تصير الحساسات ما بين الفرق الكل لازم شي هذا نبعدوا عليه وعلاش نبعدوا عليه باش نطوروا كره القدم التونسيه هذه اهم حاجه في الدنيا بون تصير ما صارت مشاكل حتى قبل تصير راهو لكن ما نطلعوش ما نطلعوش البريسيون ساريف راهو علاش نجم تكون اللي استعملته في صفاقس استعملوا في سوسه ما ثم حتى مشكل ونرجعوا خاين الناس كلهم ثم حتى مشكل راه صفاقسيه واللي سواحليه واللي فرق من تونس كل كنا خيات مع بعضنا ما عندنا حتى اشكال وتربينا كان هكا وعشنا هي كره القدم اذا كان هو انسان احنا مش نذموا فيه اما كانك انت دوي في الميتسين شد الميتسين نتاعك وخلي كرة القدم الأهل كرة القدم يا خويا إذا كان الوزراء الكل عملت معها مشاكل والفرق الكل عملت معها مشاكل لكن ثم حاجة أخرى إذا كان ثم فرق مساندينك بلا يلعب أنت وياهم بلاي أوف وخلي فرق الأخرين يلعبوا الكرة بالكيف وبرا دونك كونوا احنا فريق وكي تسحقهم لاعبين من عندنا والاثنين فرق القوم التونسي مرحبا بكم احنا في بارتي دو لا تونيزي راهو ما عندنا حتى إشكال بون على كلام عمار علقت ما نستحقوش الربح وربحنا دونك بون على ليني هما المشكلة هذه نداء لبينا نداء صفاقس صعيط لنا الناس الكل دونك اليوم مش ندافعوا على المدينة قبل كل شيء وعلى النادي لأنه تمس النادي دونك تمس على هرم في المدينة هذه في شخص سيد مصطفى خماخمة اللي هو رئيس خرج في حقه قرار كما القرارات اللي فاتوا الكل ديما النادي هذا صفاقسي وسي سي وصفاقس ديما يخرجوا فينا قرارات سلبيه اكثر منها ايجابيه دونك ما صار لنا حتى شيء به هذاك علاش نحن جينا اليوم باش نندوا بالمواقف والقرارات هذه اللي ديما تمسنا ونحن مش نقعدوا موجودين لين تتصلح ما يمكن اصلاحهم المنظومه كامله معناتها منظومه رياضيه ولا سياسيه ولا ايا كان نحن حاسين كونه تمسينا حاسين كونه تظلمنا من هنا فصاعدا معاش مش نسكتوا نحبوا ناخذوا حقوقنا بكل الطرق دونك نتمناو كونوا ما طالبين شيء احنا راهو طالبين حقوقنا نحبوا ناخذوا حقوقنا بطرق حضاريه ومتخلقه واحنا متعرفين معروفين بالاخلاق ومعروفين بالتربيه دونك بتاتر خاطر معروفين هكا هذاك علاش ديما يتعدوا علينا اليوم بتاتر نحبوا نوريهم كونوا راهو قادرين على كل شيء كما رئيس النادي قال مش نفكوا حقوقنا بالقدمان بالغوره باللي يحبوا هما دونك اعطيونا حقوقنا مش ما تشوفوش منا حاجات مش باهيه لا اكثر لا اقل دونك هذا اش قاعدين باذن الله مش نكونوا موجودين كل ما صفاقس عيطت لنا مش نكونوا موجودين وان شاء الله يعطيونا حقوقنا مش ما تطورش الامور وما تتصاعدش البلاد ماهيش ناقصه ديجا هذوما اي رياكسيون معناتها ما يخموش ما قبل ما يتخذوا قرارات ما يخموش ما مش قاعدين يغزروا يقربونا ويغزرونا ويشوفونا كيفاش عايشين دونك القرار هذا وكانه مستعجل كردة فعل من التصريحات بتاع الرئيس نتمنى كونه ما وراهش نوايا خبيثة لأنه أي حاجة كما قلت معناتها ما مش تمس من سيسيس الطرق الغير شرعية اللي قبل تعودوا بها راهي اليوم ما ساكتين عليها أنا نتكلم على شخصي أنا والهيئة المديرة والناس الكل عندهم آرائهم دونك أنا رأيي الشخصي كونه أي واحد مش يمس بسمعة النادي ولا بسمعة صفاقس ما عادش مش نسكتوا عليها إن شاء الله. بالطبيعة الرسالة واضحة خاصة تو وليت بخلاف النادي الرياضي الصفاقسي اللي هو تابع صفاقس وولات جهة تو ولات صفاقس وديع الجري يكون راقد يقوم يبعث برسالة يعمل قرارات ويعمل اللي يحب يعني هو وديع الجري ظاهر
يعني عندنا 4 سنين ولا 5 سنين ما فات حتى شيء للكره، الكره القدم التونسيه. يعني العبد هذا فما عبيد وراه وفما عبيد دعم فيه، ونقول هالك راي واضحه اللي هي راشد الغنوشي والنهضه، وعندك رئيس النادي النجم الساحلي نداء تونس. يعني هذا حتى وزير ما نجموش، هذا من الاشخاص وراه. فلذا صفاقس راهو يكفينا، السياب ما تنحتش وسخ متهمشه من عهد بورقيبه نكملوا لتو وما تبدل حتى شيء. يعني الحكومه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه مش نقعدوا ساكتين، مش نسكتوا. فاض كاس الصبر كيز، يعني باللي يحبوا هما باللغات، واذا يحبوا يحكيوا جهويات مش عيب. انا جهوي، انا من صفاقس ندافع على بلادي، بلادي جني تونس لكن جهتي صفاقس، انا ندافع على صفاقس باللغات اللي يحبوا. وحتى المساج اللي وصلوا سي منصف خماخم صحيح فما عبارات لكن قالها بلغه القحه، ما يعني احنا توا نفهموا هذه اللغه والكلمات شنية، فما حتى مشكل باللغات اللي يحبوا نحكيو معهم نحكيو.